مواطن الدعاء يقول ابن القيم رحمه الله في الحج في خمسة مواضع. ابن القيم سيخ دوت ارزان فايف بلاكا بار سميك بيدا أم فوليس في الطواف تايدز الطواف رمت لوطن بكعبة وفي السعي على الصفا وعلى المروة وبينهما أبد الصفا بارخ صفا المروة عند بتوسنين وفي عرفة أنه أبد جبل بارخ في العرفة وفي المشعر الحرام في مزدلفة يوم العيد بعد صلاة الفجر إن عرفة نيت أبد بارخ طريق في يوم العيد بعد صلاة الفجر نعم دخل العيد نهت فجر خبت نعم الخامس عند رمي الجمرة الصغرى والوسطى فقط جمرتين بيت استينخه فند كلين الجمره عند خروض الجمره عند مينا نعم هذه مواضع في الحج كذلك العمره عندنا في الطواف وفي السعي انا بترف العمره عند الطواف عند السعي الان وانت ذاهب للحج او للعمره يا اخذني ضبط لنا الحج وفي العمره كثير من الناس يقول ادعوا لي هذا الناس زي اللي تقي وزيخ ما تسبيت زي كذا انا توخات فراخ الله عز وجل فرماي اني اسميك بيده والله وجدت واحد في المسجد النبوي مع ورقه البيرسونا سيختك ست البيرسونا اسمي المسجد النبوي ان فورا ماتين ان بابيرتي ليست ورقه الله اعلم اوراق بس نيت على انك لاين بابيرتي دار مسكين ميدر بابيرتي فلايتس دعاء فلان دعاء فلان دعاء فلان اسميك بيده فور دي اسميك بيده فور دي اسميك بيده فور دي ان خازر مرض هل كان يصنع هذا السلف بهذه الطريقه بس نيت تو ستاند فروم فور خمس دي زي دي أنت الآن تعلق الناس بك لا لا والله تبين شيء من سميكاو ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم رفيت صلى الله عليه وسلم يتخدم أي واحد أنت ذاهب للحج يقول ادعو لي تقول طيب أنا أدعو لك وأنت تدعو لي يدري أنت ياو الفراغ ستيل الدعاء فورم تدون في نوع الحج خاطف نار عمره وفضنوك دان سيخي اكدو دعاء فور ياو ويادو دعاء فور ماي صدقيني من سميكاو فرميكاو زالف فربنت والله سبحانه وتعالى كما جعل يعني وقت هنا إجابة وأماكن إجابة أيضا عندك أماكن إجابة مثلا يوم الجمعة نتصور إن الله عز وجل وبديز بلاتس إن خبيدة تايت ستيب إن بلاتس هيفت آن بفول أو آن خستيلت وارين دسميك بيدة فرهورت ورد زو هيفت هاي أوك فور ياو فور دي أندر دس دي ياو دسميك بيدة فراغ تدون أوك إن زين بلاتس تايدة إن بلاتس آن خستيلت أم وات آن بفول إس أم دسميك بيدة دون سو أس ترايدة خبيدة Vrijdaggebed geldt in de hele wereld. Vrijdaggebed kun je smeekbeden doen. Het is een aanbevolen tijdstip om smeekbeden te verrichten. Wallah, bij de munasaba, en er kwam een mu'tamer van Holland. Zeg je dat? Esma, een rajul kwam van Holland. Een persoon kwam naar hem, naar de sheikh uit Nederland. وقال انا وصلت الى باب الكعبه تحت باب الكعبه الملتزم. Zegt ik was tot aan de deur van de Kaaba, bab al-Multazam. Aan de kant van de ingang van de Kaaba. Hij zegt: ik was tot en daar aangekomen. Maar dat sana. Wat deed hij? Je kon achrasht el jawal min jaybi. Hij zegt: ik pakte, had mijn telefoon uit mijn zak. Wat tasalt ala binti fi Holland. En ik maakte contact met mijn dochter in Nederland. قلت الذي تريد ادعو به الان. وضعت على الآلة واخذت ادعو هي تدعو من هولندا. Hij zei tegen haar: ik en hij maakte contact met haar. En hij zegt: ik leg nu de telefoon. Hier bij de Kaaba en verricht jouw smeekbeden. Dus via de telefoonverbinding. Asbah al-Hajj indana wal-Umra film. Ja, al-Umra al-Hajj, het lijkt wel een film. Naam, kul shay usawwir. Qal sawwirni wa ana ad'u. Sawwirni wa ana atuf. Sawwirni wa ana abki. Alles gaat hier. Allah, turid tatuf, tas'a, tusalli, ma tastati'. Lannu hadha yusawwir, ma tastati'a taqta' min amami. Ajeeb wallah. Alles gaat tegenwoordig met... foto's maken. Mensen die laten zichzelf fotograferen terwijl ze hun handen opheffen. Ja. En tawaf en noem maar op. Hatta hadha al-asa ma'a al-kathir hadha al-asa al-bluetooth ma'a al-kul yamshi wa yusawwir kul shay. Ja. De technologie, dus zo'n lange arm, weet je wel, voor een selfie. Selfie. Ja, heel veel mensen hebben die ook. Wa idha raja' ila baladi madha yasna? En als hij terugkeert naar zijn land, wat doet hij dan? Yasna' az-zarda. Hij gaat dan een uitgebreid eten organiseren. ويكتب على بيتي الحاج حسن والله صدق الناس خايف تبقى فوردر الحاج حسن راجع الى بلدي حسن بعد الحج استرخنا نار زين بلاص gekomen
أكسبتير للحسن يعني، وصنع الوليمة وغير على البيت ورسم الطائرة وكتب على البيت ولله على الناس حج البيت، والله يصنع هذا. أنا تيكنت الفابلاك في الفوتو وفي الفليختاغ في الفوردر شخرفت الحاج شخرفت الفرس عند القرآن عند خينا دي فريختان عند حدث فريختان زموتنا في مكة الفرس فورد عند القرآن. وكان يمشي في الطريق يوما من أيام حسن يمشي في الطريق. أنا بس الخبر أنت تتعين كي تخون أو فسرات لي حسن. وهذا صديقه ينادي يا حسن. أنا برسون اللي بأخطر ما ناريته ما يا حسن. هذا لا يلتفت. أنا إذا أدراكي تيزوم. يا حسن. يا حسن. هذا لا يلتفت. أنا أدراكي توم. وبعدين الثالث التفت. هذا درد بس درايد هاي أوب. قال تنادي من؟ حسن في روبيا. قال أنت حسن. حسن روبيا كروب حسن. قال سبحان الله أدفع 25,000 وأذهب إلى الحج وأصنع الزردة وأغير كذا وتقول لي حسن أنا الحاج حسن. والله صدق. أسخت كيف سوف وطايد خيلي فستير 5,000 أورو وف مير أنك بنا الحج خارج بنا ترخي قومي كيف يلي فيش خيفة كيف ديت أن دطمل وبدأ دور خشخيفة أن أبخهما يا رب ما متحسن ابن الحاج حسن. بالله النبي صلى الله عليه وسلم حج الصحابة حج في واحد قال الحاج أبو بكر الصديق زب الله عنه البروفيت صلى الله عليه وسلم حج قدام الصحابة the from four hangers if iemand van deze zichzelf zou laten verplicht zou laten aanroepen الله عنه حين حج أبو بكر حين حج نمر.